بيبدأ الفيلم بطفل من الفايكنج وهو واقف فوق الأسوار بتاعت القلعة بتاعتهم، وبيشوف السفن وهي جاي عليهم من بعيد وبيفرح جدا، وبيروح بسرعة علشان يبلغ أمه إن أبوه رجع من الحرب بسلام وجايب السفن بتاعته للقلعة، وبيدخل على أمه الأوضة، وأول ما بيقول لها الخبر بتفرح جدا، وبيروحوا مع بعض علشان يستقبلوا أبو الطفل واللي يعتبر الملك للقرية بتاعتهم ولشعب الفايكنج. وبنشوف بعدها الملك أورفانديل أو الملك الغراب زي ما بيطلق عليه شعبه وهو داخل القرية بكل جيشه، وبيكون ماشي وراء أخوه بيولنير ومعاه بقية الجيش، وبتكون الناس كلها فرحانين جدا برجوعهم بالسلامة من الحرب. وبيرحب الملك بمراته الملكة وبيرحب بابنه الأمير أملس، وبيكون فرحان جدا إنه اجتمع بيهم مرة تانية. وبعدها بيقعد قدام الناس في المجلس وبيتقدم الحراس وبيقدموا لهم الكنوز اللي قدروا يحصلوا عليها من الحرب الأخيرة، وبيطلع الملك عقد ذهب وبيلبسه لابنه أملس وبيعرفه إن هو فخور بيه، وبيفرح أملس جدا بالهدية وبيكون هو كمان فخور بأبوه جدا. وبعدها بيدخل عليهم أخوه فيولنير وبيقدم له التحية بعد الحرب اللي خدوها مع بعض، وبيشيل ابنه سرير على ايده وبيفهمهم انه هيبقى محارب عظيم، وبيكونوا كلهم فرحانين باللي بيحصل. وفي نفس اليوم بالليل بيروح الملك مع ابنه الكهف بتاع كاهن صديق الملك، وبيعملوا طقوس خاصة بالمحاربين علشان يأهل ابنه أملس للحكم من بعده ويبقى محارب قوي يقدر يدافع عن شعبه ضد اي غزو خارجي. ولما بيخرجوا من الكهف وسط الغابة بيتفاجئ أملس بأسهم بتسيب ابوه من كل مكان، وبيطلب الملك من ابنه يهرب بسرعة، وبيهجم عليهم مجموعة من الجنود وبيقع الملك على الأرض قدامهم، وبيقرب عليهم واحد منهم وبيشيل القناع من على وشه، وبيتفاجئ الملك بأن أخوه هو اللي هجم عليه وعاوز يخلص منه علشان يبقى الملك مكانه، وبيقف قدامه فيولنير وبيقول له أنت طبعا مصدوم إن أنا اللي عاوز أقتلك، بس ده معناه إنك كنت ملك مغفل ومش عارف إيه اللي بيحصل حواليك، وبيصوب عليه السيف وهو مستعد يقتله، وبصله الملك وهو مستعد للموت وطلب منه يقتله لانه عارف ان مصيره هيكون فالهالا، وعلشان كده هو مش خايف من الموت، وعرفه انه هيموت دلوقتي وهيدخل فالهالا، لكن هو هيعيش مطرد من ابنه اللي هيفضل يلحقه طول حياته علشان ينتقم لابوه الملك اللي مات قدام عينيه، وعلشان كده حكمه مش هيدوم. وضربوا اخوه بالسيف في رقبته ومات الملك في ساعتها. وبيكون أملس شايفه وهو بيموت قدام عينه ومش مصدق ان عمه هو اللي قتل ابوه، وقرر يهرب بسرعه قبل ما حد منهم يشوفه. وبيقف الجنود حوالين جثة الملك وبيهتفوا كلهم بأن فيولنير هو اللي بقى الملك الجديد. وبعدها بيأمرهم فيولنير ينتشروا في الغابة ويحاولوا يلاقوا أملس ويخلصوا منه بسرعة في الغابة علشان يضمنوا انه ما يرجعش من تاني وينتقم منهم. وبيدخلوا كلهم الغابة وبيكون أملس مستخبي بين الشجر، وأول ما بيطلع بيتفاجئ بواحد من الجنود بيهجم عليه وبيطلع خنجر وبيفهمه انه هيقتله من غير ألم، لكن بيطلع أملس السكينة كانت معاه وبيضربه بيها في وشه وبيقطع له أنفه وبيسيبه وبيهرب بسرعة لحد ما بيوصل للشط وبياخد مركب من هناك وبيتحرك بيها في البحر، وهو متعصب وكان هيتجنن من اللي حصل ومش بيقول لنفسه غير ثلاث جمل: هنتقم لأبويا وهنقذ أمي وهقتل عمي. وبعد كام سنة بنشوف أملس وهو موجود في روسيا وعايش مع الفايكنج الروس وموجود معهم على سفينة في البحر، وبيتحركوا كلهم للغارة اللي رايحينها على قرية من القرى اللي هناك. ومع الوقت بيوصلوا للقرية وبيتحركوا كلهم بحذر وهم مستعدين للحرب، وبيشوفهم الحراس من فوق السور وبيرمي عليهم واحد من الرماة بالرمح، لكن الجندي الروسي بيمسك الرمح وبيرميه عليه وبيسيب الحارس من فوق السور، وبيهتفوا كلهم وهم متحمسين للقتال ومستعدين لدخول فالهالا. وبعدها بيتسلقوا الأسوار بالفاس وبيكون من وسطهم أملس وبيبان إنه بقى مقاتل قوي وعنيف، وأول ما بيوصل فوق السور بيقتل كل الجنود اللي قدامه وبينزل للقرية وبيحارب قدام الجنود اللي هناك بكل عنف، وبيكون قتلهم سهل بالنسبة له، وبيقتل الجنود معاه كل الحراس اللي هناك الكبار منهم في السن والنساء وحتى الأطفال وبيقتلهم بدم بارد، لكن أملس بيقتل الجنود اللي بتقف قدامه ومش بيقتل النساء ولا الأطفال، وما بيشتركش معهم في الغنائم اللي بياخدوها من هناك، ومش بيبقى فارق معاه غير إنه يزيد من قوته علشان يرجع في يوم من الأيام وينتقم من عمه وينقذ أمه. وتاني يوم بيشوف الجنود اللي معاه وموجود معهم العبيد وبيقرروا هيوزعوهم على مين، وهنا بنعرف إن العبيد اللي بياخدوهم من كل غارة بيوزعوهم على بقية القرى بتاعت الفايكنج في روسيا وفي الشمال عموما، وبيوزعوا أفضل العبيد على مدينة كييف عاصمة روسيا والباقي بيتوزعوا على الحكام في الشمال،
واتكلم املس مع واحد منهم وعرف منه ان في مجموعه من العبيد هيروحوا لعمه فيولنير، وعرفوا كمان ان عمه ما بقاش هو الملك لشعب الفايكنج علشان الملك هارالد قدر يتغلب عليه وبقى هو الملك الوحيد لشعب الفايكنج. واستهزأ الجندي بالملك فيولنير وقال لاملس انه عايش في جزيره ايسلندا وبقى حاكم على مجموعه من المزارعين والغنم. واستغرب املس من كلامه وقرر يستغل الفرصه ويروح مع العبيد لجزيره ايسلندا علشان ينتقم من عمه، وبيلبس لبس العبيد وبيحلق شعره وبيختم على صدره بالحديد والنار زي العبيد، وبيروح للمركب اللي فيها العبيد اللي هتروح لعمه وبيستخبى وسطهم على انه عبد زيهم، وبيشوف واحده منهم وهي بتقول تعويذه لواحده تانيه من العبيد علشان تهديها وبيفهم انها ساحره. ومع الوقت بيوصلوا كلهم للجزيره بتاعت عمه وبيتحركوا كلهم لحد ما بيوصلوا للمكان اللي هيعيشوا فيه. وفي الطريق بتتكلم مع الساحره وبتعرفه ان هو باين عليه واحد من الفايكنج ولبس العبيد مش لايق عليه، وبتساله هو جاي معاهم ليه، وعرفها املس ان هو جاي علشان ينتقم لابوه وينقذ امه ويرجع مملكته من تاني، وفهمها انه هيمشي من الجزيره اول ما ياخد حقه من اللي عمل كده، واقترحت عليه انها تساعده وعرفته انه مش هيقدر يتغلب عليهم لوحده وانها ممكن تساعده علشان هي كمان عاوزه تهرب من الجزيره ومش عاوزه تكمل حياتها كعبده في الجزيره. وبعدها بيجي فيولنير وبيقفوا قدامه كلهم صف واحد، ولما بيشوفهم بيتضايق جدا علشان مفيش حد فيهم قوي ومش هينفعوه في الجزيره، وطلب من الجنود يبيعوهم. وهنا بيتضايق املس وبيعمل حركات غريبه تبين انه قوي وهيساعدهم في الجزيره، وبيتكلم مع فيولنير وبيساله عن اسمه، وعرفه املس ان اسمه بيورن، ورحب بيه فيولنير وفهمه انه يبان من اسمه انه حد قوي وهينفعهم في الجزيره، وطلب من ابنه سورير يخليه معاهم، ولانه محتاج حد في المطبخ فقرر يسيب الساحره هي كمان، وطلب من الجنود يبيعوا بقيه العبيد وسابهم ومشي. وفي الليل بيروح املس للبيت بتاعهم وبيراقب الاوضاع في كل مكان وبيحاول يعرف اماكنهم وعددهم والاسلحه اللي معاهم. وتاني يوم بيكون بيشتغل مع العبيد في شغل الجزيره وبينقل مع واحد من العبيد القماش داخل البيت، وبيشوف امه وهي مع عمه وبيلاحظ انهم متفاهمين مع بعض، لكن بيقنع نفسه انها مجبره على اللي بتعمله. وبيخرج من البيت وبتجيله الساحره وبتساله هيعمل ايه في موضوع انتقامه، وبيقول لها املس ان هو شاف امه وقرر يحول حياتهم لكابوس مش هيصحوا منه ابدا. وساعتها بيجي اتنين من الحراس وبياخدوا الساحره من قدامه علشان تكمل شغلها في المطبخ، وبيروحوا كلهم بعدها لمناسبه خاصه عندهم بيحتفلوا فيها وبيلعبوا الالعاب زي ما كانوا بيعملوا في القريه بتاعتهم قبل ما يعيشوا في الجزيره. وبيقعد فيولنير وعيلته قدام الجنود والعبيد علشان يتفرجوا على الالعاب، وبيكون العبيد والجنود متقسمين لفريقين وبتقف وسطهم بنت وبترمي الكره في نص الملعب وبتجري بسرعه من قدامهم، وبيهجموا الفريقين بسرعه علشان ياخدوا الكوره ويسجلوا هدف في الفريق التاني. وبتكون اللعبه عباره عن انهم بيضربوا بعض كلهم لحد ما واحد من الفريقين يحصل على الكوره ويصوبها على الخشبه بتاعت الفريق التاني وبكده يبقى سجل هدف. وفي البدايه كان املس مش عارف قواعد اللعبه وبيعاني قدامهم في الملعب، وبيكون في شخص في الفريق اللي قدامه ضخم جدا وبيتغلب على الفريق بتاعه دايما ومحدش بيقدر عليه، وبيتضايق ابن عمه الصغير علشان الفريق بتاع املس اللي هو بيشجعه كان بيخسر دايما. ومع الوقت بيقع الفريقين كلهم على الارض من التعب ومش بيكون واقف غير املس والضخم اللي قدامه، وحاول املس يتصدى ليه ويسيطر على الكوره ورمى الكوره بعيد، لكن بيتفاجئ بابن عمه وهو رايح للكوره وبياخدها علشان يسجل هدف في الفريق اللي قدامه، وساعتها بيجري عليه الضخم وبيوقعه على الارض وبيقع الطفل وهو فاقد الوعي. وبنعرف ان الضخم ده عنده مشكله عقليه ومش بيقدر يميز لو كان الطفل ده ابن الحاكم وكان هيقتله، لكن بيهجم عليه املس وبيوقعه على الارض وبيفضل يضرب فيه بعنف لحد ما بيموت. وبتحاول امه وعمه انهم يطمنوا على ابنهم وبيفوق الطفل فعلا وبيفرحوا كلهم انه بخير. وفي الليل بيتكلم سورير مع املس وبيعرفه ان هو مبسوط منه لانه اثبت ولائه وقدر يتغلب على الضخم وينقذ اخوه الصغير من الموت، وعرفه انه مش هيبقى حر لكن هيبقى رئيس العبيد وهو اللي هيبقى متحكم فيهم وفي إدارة الشغل بتاعهم في الجزيرة، وكمان هيقدر ياخد لنفسه زوجة من العبيد حتى لو كانت الخادمة اللي بتقف معاه دايما. وبيفرح املس من الخبر وبيشكر سورير علشان وثق فيه وسابه سورير ومشي. وبنشوف بعدها اتنين من الجنود وهم داخلين البيت بتاعهم وبيدخل وراهم املس علشان يقتلهم وبيقدر يتخلص منهم في ثواني. وتاني يوم بيقف سورير قدام البيت بتاعهم وهو متعصب ومتضايق علشان ماتوا وهيتجنن من الطريقه اللي اتقتلوا بيها، وبيشوفهم وهم متقطعين على شكل حصان ومتعلقين على البيت من الخارج. وبتيجي ام املس وعمه وبيكلموا سورير وبيعرفوه ان هو لازم يكون قوي وما يبينش ضعفه قدام العبيد،
وبيقفوا بعدها قدام جثة الجنود اللي ماتت وهم مصدومين من الطريقة اللي ماتوا بيها. وفي نفس اليوم بالليل بتسيب الجزيرة لعنة غريبة، وبنشوف الجنود كلهم وهم بيقتلوا نفسهم بالخناجر بتاعتهم، وبنعرف ان الساحرة هي اللي عملت التعويذة علشان تتحكم فيهم وتخليهم يقتلوا نفسهم وتساعد أملس في انتقامه. وبيدخل أملس بيت أمه وهي مش موجودة في البيت، وبيستناها لحد ما تدخل البيت، ولما بتدخل بيستخبى ورا القماش وبيصوب عليها السيف بتاعه وبيعرفها ان هو ابنها. وبتتصدم أمه من الخبر وبتقوله انها كانت فاكرة انه مات، وعرفها أملس ان هو عايش لكن قلبه مات من زمان، واقسم على نفسه انه يفضل عايش لحد ما يحاسب عمه على موت ابوه وياخد انتقامه ويحررها من الجواز من عمه غصب عنها. لكن بيتفاجئ بأمه وهي بتقوله ان هو شبه ابوه، وانها من زمان ما كانتش بتحب ابوه لكن بتحب عمه، وفهمته انها اتفقت مع عمه من زمان انه يتخلص من ابوه ويتجوزوا بعدها، واضطرت ساعتها انها تضحي بابنها أملس علشان تبقى حرة وتتخلص من ابوه الملك للابد. واتصدم أملس من كلامها وفهم انها كانت خاينة من البداية، وانها كانت السبب في كل اللي حصل زمان، وكانت السبب الرئيسي في موت ابوه، وحاولت تاخد منه السيف وعرفته انه شبه ابوه وانها بتتمنى لو كان مات زمان معاه. وخرج أملس من عندها وهو متضايق وقرر يقتلهم كلهم حتى ولاد عمه، لكن ما قدرش يقتل امه وقرر يسيبها عايشة بنارها على حبايبها اللي هيموتوا. ودخل لبيت سرير ابن عمه وقتله وهو نايم على السرير، وسابه راح يقابل مراته الساحرة، وعرفها ان امه كانت خاينة من البداية وان هو اتخدع فيها، وبسبب غضبه قتل ابن عمه وهم اكيد هيدوروا عليه، وفهمها انه هيهرب لمكان بعيد في الجزيرة، وطلب منها تفضل موجودة علشان محدش يشك فيها، وخصوصا ان محدش منهم يعرف انها متورطة في الموضوع. ووافقت الساحرة على كلامه واتفقوا على كده. وبنشوف بعدها فيولنير وهو قاعد قدام جثة ابنه وهيتجنن من الحصل، ومصدوم ان ابنه مات بسهولة دي، وخصوصا ان اللي قتله خد قلبه علشان لما يموت ما يدخلش في الهالة. وبتتكلم مع مراته وبتعرفه انه لازم يتماسك قدام العبيد وما يظهرش ضعفه قدام الجنود، وعرفته ان ابنها أملس هو اللي عمل كده وكان متخفي في شخصية العبد بيورن. واستغرب فيولنير من كلامها وفهمها ان ابنها مات من زمان، لكن هي اكدت له ان ابنها لسه عايش ولازم يخلصوا منه، ويحاولوا يعرفوا مين من العبيد ممكن يكون متحالف معاه. وبيقف فيولنير وبيمشي قدام العبيد وبيقول لهم لو محدش منكم اعترف انه متحالف معاه هيقتلهم كلهم دلوقتي، ولما محدش بيتكلم بيدبح اتنين منهم لحد ما بيوصل للساحرة وبيحط السكين على رقبتها، وبتقول له الساحرة ان أملس هيقتلهم كلهم علشان الظلم اللي هم كانوا بيظلموه للعبيد، وكان فيولنير هيقتلها، لكن بيتفاجئ بأملس وهو بينادي عليه من بعيد وبيعرفه ان قلب ابنه معاه، ولو قتلها محدش هيعرف مكان قلب ابنه مهما حصل. ووقف قدامهم وهو واثق من نفسه وبيقول لهم انا أملس ابن الملك الغراب ملك ملوك الفايكنج، ومستعد ان اقتلكم كلكم دلوقتي علشان انتقم لموته. وبيتقدم عليهم وبيهجموا عليه كلهم، وبيضربهم أملس واحد ورا التاني بالسيف من غير ما يطلعوا من الجراب، ومحدش منهم بيقدر عليه. وفي وسط الحرب بتهرب الساحرة من غير ما حد ياخد باله، وبيشوفها أملس علشان يطمن عليها، لكن ساعتها بيهجم عليه مجموعة من الجنود وبيضربوه بعنف وبيقدروا انهم يتغلبوا عليه، وبعدها بياخدوه قدام عمه وبياخد منه عمه قلب ابنه كان هيقتله، لكن أملس عرفه ان ده قلب ارنب من الجزيرة وان قلب ابنه في مكان محدش يعرفه غيره. وبنشوفه بعدها وهو متعلق وعمه بيضربه وبيعذبه علشان يعترف على مكان قلب ابنه علشان يقدر يدفنه ويدخل فالهالة، لكن أملس رفض يتكلم ويقوله عن مكان القلب. وخرج عمه من المكان وهو متضايق وفهمه انه هيجيله تاني وهيفضل يعذب فيه لحد ما يعترف وبعدها هيقتله، وسابه خرج. وبنشوفهم بعدها وهما موجودين كلهم في الجنازة بتاعت سرير، وبيقف فيولنير في الجنازة وهو متضايق وعرفهم انه هينتقم من أملس وهيقتله بأبشع الطرق. وبيروحوا كلهم بعدها للبيت اللي محبوس فيه أملس، لكن بيتفاجئوا بانه مش موجود هناك، وبيخرجوا كلهم بسرعة علشان يدوروا عليه. وبيكون ساعتها أملس موجود مع الساحرة في مكان بعيد في الجزيرة وقاعدين مع بعض قدام النار، وبتعترف له انها بتحبه وبتطلب منه يتخلى عن فكرة انتقامه ويعيشوا مع بعض في سلام في اي مكان بعيد عن الجزيرة. واقتنع أملس بكلامها وعرفها انه تعب من فكرة الانتقام اللي بيطرده طول حياته، وهيستسلم للحياة العادية وهيعيش معاه في سلام. وفهمها ان ليه قرايب موجودين في القرية اللي كان عايش فيها زمان وممكن يلجأ لهم علشان يساعدوه ويعيش هناك معاهم في سلام. ووافقت مراته على كلامه واتفقوا على كده. وبنشوفهم بعدها وهم راكبين في السفينة ورايحين للقرية اللي كان عايش فيها زمان،
وبتتكلم الساحرة مع أملس وبتعرفه إنها بقت حامل منه وإنها كانت مأجلة الخبر ده لحد ما يمشوا من الجزيرة بتاعت عمه بأمان. وأول ما بيعرف أملس الخبر بيفرح جدا وبيقرر يروح لعمه علشان ينتقم منه ويقتله في الجزيرة علشان يضمن إنه ما يرجعش في يوم من الأيام ويقتل ابن أملس وينتقم منه علشان قتل ابنه. وحاولت مراته تمنعه من اللي هو عاوز يعمله لكن أملس كان مصمم على قراره وسلم لقائد السفينة خاتم وطلب منه يوصل مراته للقرية بتاعتهم بأمان ونط في البحر وقرر يروح للجزيرة علشان ينتقم من عمه ويخلص من التهديد بتاعه للأبد حتى لو مصيره هيكون الموت. ومع الوقت بيوصل للجزيرة وبيتحرك بحذر وبيهجم على الجنود اللي هناك وبيقتلهم كلهم واحد ورا التاني ومحدش فيهم بيقدر عليه. وبعدها بيدخل بيت عمه وبتفاجئ بأمه وهي بتهجم عليه وبتسيبه بالسيف في كتفه وفي بطنه وبيحاول أملس يتصدى ليها لكن بيضطر انه يقتلها من غير ما يقصد وبيهجم عليه ابنها الصغير وبيفضل يطعنه في كتفه بالسكينة وبيضطر أملس يقتله هو كمان وبيقف قدامهم وهو مصدوم انه قتل امه والطفل الصغير رغم انه ما كانش عاوز يعمل كده. وبيدخل عمه البيت وبيبص على مراته وابنه وهما مقتولين قدامه وبيشيل ابنه على كتفه وبيمسك مراته في ايده وبيقول لأملس انه هيقاتل قدامه بكره وعرفه أملس انه هيستنى بكره علشان يحارب قدامه ويقرروا مين فيهم اللي هيقتل التاني. وتاني يوم بيروح أملس علشان يقاتل عمه في المكان اللي اتفقوا عليه وبيهجموا الاتنين على بعض بكل قوتهم وبيحاربوا بعض بكل عنف وبيكون عمه هو اللي متفوق في البداية وبيحاول أملس يتصدى ليه وبيحارب قدامه بكل عنف وقدر عمه يسيبه بالسيف في كتفه لكن أملس قاوم وفضل يضربه بالسيف بكل شجاعة وكانوا الاتنين عاوزين ينتقموا من بعض في أسرع وقت وقدر عمه يوقع منه السيف ونزل أملس على ركبته وبص لعمه وهو متضايق وقدر يستعيد قوته من تاني ومسك السيف وحارب قدام عمه بكل قوته وصوبوا الاتنين السيوف على بعض وقدر أملس يقطع راس عمه لكن عمه هو كمان قدر يسيبه بالسيف في قلبه ووقعت جثة عمه على الأرض ونزل أملس على ركبته ونام على الأرض وهو مرتاح علشان قدر ينتقم لموت أبوه وتخيل بوابات فالهالا وهي بتتفتح قدامه ومات في النهاية. وانتهى فيلمنا ويا رب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.